السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة مع بعض كده بإذن الله بنبدأ في شرح طريقة إصلاح الخرم بتاع العجلة، تمام؟ خرم الإطار الداخلي بتاع الدراجة، تمام؟ دوت اللافيهات تبقى في منها بلاستيك وفي منها معدن حسب ما أنت إيه المتاح عندك، تمام؟ بنفك بيها الكاوتش، بنبدأ مع بعض، تمام؟ بتعمل إيه؟ بتجيب مثلا الكاوتشة دي مثلا أهي أهي. الكاوتشه دي مثلا داخله جوه اهي، بتعمل ايه؟ انت بتجيب اللافيه ليه شفه كده زي دي كده اهو، خد بالك، بتقوم جاي جايبها كده كده، تمام؟ استنى عشان تشوفه كده اهو، وبتقوم جاي ساحبها ساحبها لتحت، تمام؟ هتيجي تبتدي ترد معاك، عايزه ترجع معاك، فانت بتثبتها في اي سلكه من دي، المكان اللي هو عامل زي الايه الجنشه ده، بتثبتها هنا كده، وبتجيب الناحية التانية بتقوم جاي عاملها تطلع معاك، وتقوم جاي ساحب كده ساحب اللي فيه كده، بتلاقي الكاوتشة ايه كلها طلعت. طيب عشان الفيديو ما يبقاش طويل والناس اللي هي بتزهق بسرعة توصل لها المعلومة بشكل سريع وبدون ما نرغي كتير، تمام؟ انت بتفك دلوقتي، بتطلع الداخلي، وانت بتطلع الداخلي ده تعمل ايه؟ اخر حاجة تطلع خالص، اخر حاجة تطلع من العجلة هي ايه؟ هي البلف. يعني ما يجيش حد يوصل لهنا وعايز يقوم جاي مطلع ده، لا غلط، هتقطعه. انت بتطلع كل الكاميرا اهي، تمام؟ اهي طلع الكاميرا اهي من الناحية التانية، تمام؟ بيتبقى لك ايه؟ بيتبقى لك البلف. تقوم جاي عامل دي كده طلع معانا اهو يا جماعه، تمام؟ طيب قبل ما نبدا نصنفر وقبل ما نلحم وقبل الكلام ده كله، لازم حاجه الناس بتنساها، ممكن يعمل الخرم وينسى يكشف على الكاوتشه اللي هي ديت الخارجي، مع العلم ان ممكن اصلا الكاوتشه تكون ايه لسه فيها ازازه او بقايا من خشب او اي حاجه بقى، ايه سلك بتاع اي حاجه من الحاجات دي. فانت بنكشف كده مع بعض على الكاوتشه الخارجيه زي ما احنا شايفين. انا ايديا وقفت دلوقتي اهو عشان خبطت في سلايه او اللي هي رايش بتاعت حديد. تعالوا مع بعض كده نشوف، مش عارف الكاميرا هتوريكوا ولا لا، اهي شايفين يا جماعة، شايفين يا جماعة، هو ده. ده بقى لو انا صلحت الكاميرا وجيت اركبها تاني هتعمل لي خرم تاني، فلازم الناس تاخد بالها قبل ما تبدأ اصلا في تصليح الايه الخرم اللي في العجلة. المهم بنكمل مع بعض، بنطلع دي الاول بأي حاجة وبنكمل ونشوف هنعمل ايه. بس يا جماعة طبعا احنا خلاص شلناها وكشفنا على بقية الكاوتشة، لقينا ان ما فيهاش حاجة هتعمل ثقب تاني او خرم تاني، تمام؟ جميل، اركن بقى الكاوتشة على جنب ونبدأ مع بعض نشوف طريقة اصلاح الخرم. اول حاجة انت بتجيب الكاميرا، جميل، وبتنفخ الكاميرا مع بعضينا كده، بنفخها ننفخ تمام. لو انت عندك ميه وفي البيت حاول تطلع ايه تكشف عليها عشان ممكن يكون في خرم صغير انت ما تقدرش تشوفه في الميه. طب انا في الشارع ومفيش ميه، مفيش الكلام ده، مش متاح بالنسبه لي، بعمل ايه؟ زي ما انا قلت لك، انت احنا نفخنا جامد فالهواء بيطلع، بتمشي ايديك. انا دلوقتي مشيت ايديا، شايفين يا جماعه سامعين، هنا هنا اهو، هنا هنا في ايه، في خرم اهو اهو. عشان اتاكد ان مفيش حاجه تانية بعمل ايه، انا بتكلم دلوقتي في حاله، انا اسف طبعا على ايه على الصوت، انا بتكلم دلوقتي في حاله لو انت في الشارع وما عندكش ميه متاحه، مفيش جردل ولا ميه ولا الكلام ده، بتعمل ايه؟
زي ما قلنا بنمشي ايدينا بنكشف بنحدد مكان اللي طالع منه الهواء اهو اهو. طب الهواء هيروح، انفخ تاني انفخ تاني، احط ايديا كده واشوف هل هيطلع هواء من مكان تاني ولا لا. كده مفيش هواء في مكان تاني، تمام مفيش هواء في مكان تاني. عموما نبدأ نعمل ده ونشوف، بعد ما نعمل ده نكشف عليها في المية بقى ونشوف لو في حاجة تانية، تمام. طيب هنعمل ده ازاي مع بعض كده؟ ركزوا بقى في الحتة دي اوي. كل بنحتاجه حتة صنفرة، صنفرة يفضل ان هي تكون ناعمة، حتة صنفرة صغيرة تمام، وانبوبة اللحام، اي انبوبة لحام بقى بتاعت لازق عندك، سليزيون سليزيون تمام اهو، انبوبة لحام جميل. والباتشات، الباتشات اللي هي رقعة اللحام، الرقعة بتاعت اللحام. طيب نبدأ مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة انت بتجيب ايه؟ الصنفرة، بتجيب الصنفرة على المكان، على المكان اللي احنا اتفقنا، اللي احنا اتفقنا ان هو ايه في الخرم، حددناه اهو خلاص، بتقوم جام صنفر كده جامد، وفي نفس الوقت ايه ما تاكلش منها قوي، يدوبك الصنفرة فكرتها ان هي عشان الباتشاية تعض في الداخلي، وفي نفس الوقت انت بتنظف المكان اللي انت هتحط فيه ايه السيليزيون. طيب انا دلوقتي صنفرت، محتاج اشوف عشان احط على قد الخرم كده وحوالين منه، محتاج اشوف ايه الهواء، انفخ كده اديها هواء. طبعا يفضل لو انت معاك قلم جاف اللي انت تحدد حوالين منه، يريحك جامد جدا. تمارين يا جماعه، هو ده هو ده هو هنا. بصوا بصوا، حتى باين اهو، باين اهو كده، باين اهو. بعمل ايه بقى؟ باجي هو قوم جاي معلم حوالين منه كده اهو بالمنظر ده. معكش قلم مش مهم، المهم انت تكون حافظ بس المكان عشان ما تدخش لما ده. مش كل شويه تقعد تنفخ وكده. جميل يا جماعه. طيب بنبدا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، بنبدا بنحط يا دوبك كده لحسه، وبتقوم جاي عوضها كده تمام يا جماعه. بنحط السيليزون اللزق حوالين المكان اللي احنا حددناه وبنسيبه ينشف. لو انت جيت مجرد ما حطيت اللزق وجيت قمت جاي اخدت باتشاية من دي وجيت تحطها، انت كده ولا كأنك عملت حاجة، لانها هتطلع منك بسهولة جدا جدا. اما الفكرة في ايه، او الصنعة في ايه زي ما بيقولوا، اللي انت بتسيب ده المادة دي تنشف تماما. كل ما تنشف وكل ما انت تقول يا ده انا لو جيت احط الباتشاية دلوقتي اكيد مش هتلزق، لا هي هتلزق، وهتلزق جامد جدا جدا جدا. يعني كل ما تسيبها تنشف كل ما هتشد معاك اقوى بكتير. فاحنا نسيبها شوية ونرجع لكم تاني. سيبناه اهو ينشف يا جماعة. بتيجي بقى بتفك الباتشاية جميل، وبتحطها، تأكد اللي انت حطيتها على ايه، على المكان بالظبط كده، وعشان برضو اللزق يكون من جميع الجوانب. يعني لما تيجي تحط اللزق بتشوف هي حجمها قد ايه، بتحط انت ايه بزياده عشان يمسك من جميع الجوانب، وبتقوم جاي عاملها كده وتشوف اي سطح صلب كده تمام، جردل مثلا او اي حاجه تمام. انا هحطها طبعا ايه هنا اهو جميل،
كده اهو تمام مظبوط. وهتقوم جاية ايه ببلاستيكة باللافيه او بقى حاجة تمام، وتقوم جاية ايه ضاغط عليها كده اهو، بحيث ايه اللزق المادة تمسك في ايه في جميع الاجزاء تتوزع عليها كلها تمام. محدش يجيب حديدة ويعمل كده، لا بلاستيكة كده ولا حاجة يعني باللافيه تمام. كده تمسك عمرها ما تفك بإذن الله يعني تمام. بتقوم جاي بقى في كيسة بتتبقى هنا، عايز تشيلها اوكي، عايز تسيبها اوكي، مش هتفرق معاك، اللي هي الكيسة اللي من بره دي متفرقش في حاجة يعني اهي. بصوا يا جماعة اتشالت اهي تمام، وايه ونجربه بقى ايه ننفخها ونشوف ايه اللي هيتم. ننفخ كده بس كده بس يا جماعة، ده اللي احنا عملناها اهي اهي. حطها في المية برضو ايه زادت امان الاطار داخل المية، ومتأكد اهو مفيش اي ولا ايه ولا اي خرم صغير ولا حاجة، مش هنخسر حاجة طالما انت شغال في البيت وعندك متاح ان عندك مية. لكن لو انت في الشارع زي ما اتفقنا فبتنفخ وبتحدد مكان الخرم فين، وتقوم جاي مصنفر بحالة الباتشاية وتتكل على الله ايه تمشي وخلاص. احنا هنا بنعمله دي زيادة تأكيد قوي يعني تمام. كده احنا يا جماعة مرينا اهو عليه كله، كده احنا مرينا عليه كله زي الفل تمام. وده الخرم اللي احنا عملناه اهو، الازرق ده الازرق اهو زي الفل. نركبها على بركه الله تمام يا جماعه، بنبدا نركبها. بنجيب الجنط تمام، بنركب الكاوتش الخارجي الاول اهو بالطريقه دي تمام يا جماعه. بندخل الكاوتشه بالطريقه دي، دخلنا شفه واحده الشفه اللي من جوه تمام. وبعد كده بنجيب الكاوتش الداخلي الاطار الداخلي يعني جميل اهو. بنبدا بالمكان اللي فيه البلف، اول حاجه بتخش هو ده طبعا. قبل ما بندخل الاطار الداخلي ده ما ينفعش وانا مفسيه، لان انا لو انا فسيت الهواء خالص هيكلكع جوه على بعضه تمام، وهيفرقع بعد كده. لازم انفخ عشان يخش معايا ما ايه متظبط وما يبقاش فيه ايه تعبله وكلام من ده تمام. باجي هنا بشوف فين مكان البلف في الجنط اهو، ده مكان البلف اهو حددته، واقوم جاي حاطه كده اهو تمام. نبدا اول حاجه دي، بعد كده بتسحبها اهي. بصوا يا جماعه بقى، بصوا بصوا هو اول بيخش معايا اهو مرتاح جدا اهو، عكس لو كنت مفسي الكاميرا كان هتحصل كعبله بقى ومشاكل كتير تمام اهو. بصوا كده دخل معايا تمام اهو. ابتدي اعمل ايه في الحاله دي بقى؟ نفرغ الهواء خالص، نفرغ الهواء تمام. غسلنا الهواء، نبتدي بقى ندخل الاطار الخارجي جوه الجنط، الاطار الخارجي جوه الجنط، هندخله كده مع بعض. تعالوا طيب، باجي يا جماعه انا دخلت كله اهو. باجي بقى في اخر حته بلاقي فيه صعوبه شويه مش عايزه تخش تمام. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده، انا الحته هنا باجي انا بخلي ايديا كده مش كده مش كده كده، وبقبص عليها جامد كده لورا لحد اما اهو تمام، لحد اما تجيبها هي طبعا عشان اخر حته في العجله فبتبقى غلسه شويه. دخل ده يا جماعه خلاص بقى، بنفخ الكاميرا ويبقى تمام كده ايه خلصنا. اتمنى الفيديو يكون بسيط وعجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه ومتابعه كل ما هو جديد ومفيد.